بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، نظمت وزارة الداخلية بحضور سعادة السيد سلمان بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق استعراضا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة، بالإضافة إلى الدراجات النارية. وانطلقت الفعالية من المجمع الأمني بسوق المحرق مرورا بشارع الشيخ حمد وصولا إلى حديقة الكازينو، وسط حضور متميز وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات. كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.